إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الأول هنبتدي المحاضرة دي، إحنا عندنا 3 معلومات مهمين. إيه هي المعلومة الأولانية؟ إن الإنسان عدو ما يجهله. في نوعية من البشر الحاجة اللي ما تعرفهاش تعاديها، تبقى عدوة مش عايز أعرفها ومش عايز أتعلمها. لسوء الحظ إن شعوبنا العربية من النوعية دي، إن هم أعداء ما يجهلون، يكرهوا أي حاجة جديدة. طيب المعلومة التانية إن الأطباء نوعين، نوع بياكل عيش، يعني إيه اللي المريض عايزه يعمله له، اللي الزبون عايزه يعمله له، بيريح الزبون، مش مهم بقى ده في مصلحة المريض أو لأ. وفي نوع تاني اللي هو عايز يغير المجتمع، عايز يعمل وعي، عايز يفيد المجتمع، عايز يفرق مع الناس، لما يعيش ويموت يبقى عمل فرق في الحياة، مش جاي ياكل عيش ويموت ويمشي. لسوء حظكم أنا من النوع ده، تمام، اللي هو ما بيريحش الزبون، يعني مش هريح حضراتكم لمجرد إن أنا عايز أكل عيش يعني، تمام. دي المعلومة التانية. المعلومة التالتة إن التخصص بتاعنا اللي هو الكشف بتاع العمود الفقري والمفاصل زي مفصل الكتف ومفصل الركبة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا إن إحنا بنكشف على المريض من غير سماعة ومن غير جهاز ضغط ومن غير أجهزة، وبالتالي ده بيدينا فرصة إن إحنا نكشف على المريض عن بعد، صح كده؟ يعني أنا أقدر أكشف على مفصل الكتف دلوقتي وأنا قاعد، أعمل الحركة دي وأعمل الحركة دي وقول لي الوجع فين، اعمل الحركة دي للركبة وقول لي الوجع فين، ميل لقدام وارجع لورا وامشي على أطراف الأصابع وقول لي الوجع فين، كده أنا كشفت على حضرتك، تمام؟ مش لازم أدوس، علشان في واحد بعت لي رسالة بيقول لي طب مش أنت لازم تدوس عشان أقول لك أي فتعرف مكان الوجع فين؟ لا أنا مش لازم أدوس عشان تقول لي أي، أنا ممكن أخليك تقول أي من غير ما أدوس عليك، أعذبك يعني، تمام؟ يعني إيه؟ اعمل كده هتقول لي آه الحتة دي بتوجع، حط إيدك على راسك مش قادر، طب انزل نص تانية ركبتي وجعتني، خلاص أنا أقدر أخليك تتوجع من غير ما أدوس عليك، وأقدر أكشف عليك من غير ما أمد إيدي عليك، ودي من نعمة ربنا عليا وعليكم اللي بتمكننا إن إحنا نكشف عن بعد. طيب في مرضى بيقول لك لا أنا مش عايز أروح للدكتور، مش عايز أكشف قصدي على الدكتور مع الدكتور على الإنترنت أونلاين، أنا هستنى لما يفتح العيادة عشان أروح يبقى وشي في وشه. أنا مش فاهم، هي حالة نفسية طبعا إن هو عايز كده. طب ما أنا على الإنترنت دلوقتي وش في وشك، وفي العيادة بعد ما جائحة كورونا تروح هنفتح العيادة إن شاء الله، بس هيكون في ستارة ما بيني وما بين المريض، ستارة شفافة نشوف بعض، بس مش نفسنا مش هيجي ببعض، ومش هقرب من حضرتك اكشف عليك، هقول لك برضو اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وده اللي احنا بنعمله من قبل كورونا. يعني المرضى اللي كشفوا عندي قبل كده كتير قوي اقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لي مش هقلع هدومي مش هتكشف عليا، اقول له لا انا كده كشفت عليك، تمام. فانت لو عايزني تشوفني وجها لوجه يبقى ممكن تنتظر لما العياده تفتح وهنشوف بعض وجها لوجه من ورا الستاره، او هيبقى في ستاره زي الصيدلي اللي بيحطها عنده كده ونكلم بعض عادي، او على الانترنت بالشاشة قدام بعض. طيب لما حضرتك هتيجي العيادة مش هتجيب معاك الاشعاعات بتاعتك، انت لما بتكشف على الانترنت بتصور الاشعاعات بتاعتك بتبعتها لنا بالواتس اب، لما تيجي عندنا العيادة ان شاء الله بعد كورونا ان شاء الله برضو مش هتجيب الاشعاعات، لان احنا مش هنمسك الاشعاعات اللي حضرتك مسكتها واللي ركبت بيها المواصلات واللي شلت فيها الخضار واللي عملت فيه الكلام ده، حضرتك صور الروشتات بتاعتك عايز توريها لنا، صور اشعاعاتك، صور علاجك، وهتبعته للسكرتيره على الواتس اب، لان احنا مش هنمسك اشعاعات حضرتك، تمام، وهي هتبعته لي في الاوضه اللي جوه قبل ما انت تخش لي برضو على الواتس اب، هشوف الحاجه على الموبايل بتاعي، انا واثق ان انا ماسك التليفون بتاعي واقدر اشوف الاشعاعات بتاعت حضرتك. يبقى سواء انت هتكشف على النت او هتكشف في العياده، انت هتبعت اشعاعاتك على الواتس اب، مش هنمسك الاشعاعات بتاعت حضرتك، السكرتيرة مش هتتواصل معاك وجها لوجه، هيبقى في بينكو ستارة، تمام، انا هتواصل معاك وجها لوجه، والكشف بتاعنا هقول لك قوم اعمل كذا وسوي كذا، اعمل الحركات الفلانية زي ما هتعملها اونلاين، تمام، زي ما هتعملها على الانترنت. يبقى حضرتك اما انك تكشف على الانترنت في اي وقت، النهاردة بكرة بعده، احنا ما عندناش اي مشكلة في اي وقت،
او هتنتظر قريبا ان شاء الله نفتح العياده وهتجيلنا في العياده. في العياده هتشوفني وجها لوجه بس ورانا ستاره، في الانترنت هتشوفني وجها لوجه بس بينا شاشه، في العياده هتبعت لي الروشتات والحاجات على الواتساب لاني مش همسكها بايديا، وبرده اونلاين او على النت هتبعتها لنا على الواتساب برده نفس الحكايه مش همسكها بايديا. في العياده مش هكشف عليك بايديا، هقول لك اعمل الحركات زي ما احنا متعودين، انا ما بكشفش بايديا، او التخصص بتاعنا مش لازم يكشف بايده قبل كورونا وقبل اي حاجه، برده اونلاين هتقف قدام الشاشه وتعمل نفس الحكايه دي. فاللي مقتنع ان هو يكشف اونلاين على الانترنت زي هنا في امريكا زي ما كده، ما فيش حد بينزل من بيته الا يعمل حقن وتردد، ما حدش عاقل بينزل من البيت يقول لك رايح اكشف عند الدكتور، ايه ده ما تشوفه يا ابني بالنت. حتى في سماعات بتتوصل بالموبايل بيشتروها من سوبر ماركت هنا الناس عارفاه، لو دكتور القلب بتاعك بتوصلها بالتليفون وتحطها له كده على قلبك يسمع قلبك. يعني هم وصلوا لمرحلة متقدمة مش مشكلة، لكن احنا التخصص بتاعنا نقدر نعمل كده من غير ما نوصل لمرحلة التقدم اللي موجودة دي، والناس اللي في امريكا او اللي عايشين في امريكا عارفين الكلام ده. فانتوا من سوء حظي ان انتوا ما بتحبوش تجددوا، ومن سوء حظكوا اني انا بقى بحب اطور في الحاجات اللي حوالي. سواء هتكشف على الانترنت او هتكشف في العيادة ان شاء الله لما نفتح، اهلا بيك واحنا نتشرف بحضراتكو وكل واحد وتفكيره، لكن طبعا مش هتيجي العيادة تفرض علينا نوع كشف انت بتحبه، لا انا عايز اقلع هدومي. انا في ناس في العيادة مدام ما قلعش هدومه يبقى ما كشفش، لدرجة ان هو يقول له يقوم بقى عشان نعمل الفحص، فيقوم قايم قلع هدوم، اقول له يا ابني انا ما قلتلكش اقلع هدومك، يقول لي ايه ده مش هنام على السرير، لا مش هتنام على السرير، قوم عشان اكشف عليك، يعني انت هتقف قدامي واقول لك مي اللي قدام لف وسطك الحاجات اللي انا محتاج اكشف عليك بيها، تمام؟ اقول له طب امشي على تراتيب صوابعك، يقوم قلع الحذاء. لازم يقلع، هو لازم يقلع، احنا في وطننا العربي لو المريض ما قلعش هدومه لازم يقلع اي حاجه فيحس ان هو كشف، ودي ثقافه سيئه جدا 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 بصراحه، انا مش عارف اتغلب عليها ولا على العقليات اللي بهذا الشكل، لكن ربنا يعافينا ان شاء الله. فحتى تقول له قوم امشي على تراتيب صوابعك، يقوم قلع الحذاء، هو لازم يقلع حاجه، يعني هو معقول هيروح للدكتور ويمشي والدكتور لا هيضغط عليه ولا هيدوس عليه ولا يقلعه هدومه ولا الكلام ده، فبيبقى صعبان عليهم حاجه زي كده. ارجوكم احنا نتطور زي الناس كلها اللي في العالم، ومن سوء حظكم ان انا بحب اتطور، انا ما بحبش ارضخ للامر الواقع، احب احسن الامور دايما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.